مرحبا بكم متابعين عبر قناتنا عبد وجدي يوتيوب ليحول الطقس نعود اليكم من جديد ونقدم لكم نشرة جوية خاصة لجديد طقس الجزائر ان شاء الله بداية من الاسبوع القادم يعني بداية من يوم السبت السادس عشر من شهر ديسمبر ستعود الرجوعات ان شاء الله الشرقية على المناطق الجزائرية العديد من الولايات الجزائرية ستشهد امطار غزيرة معتبرة وتتواصل الى غاية نهاية الاسبوع امطار متفرقة على المناطق الشرقية الوسطى وايضا المناطق الجنوبية ستكون معتبرة وقد تصل ايضا المناطق الغربية مع هبوب رياح قوية وثلوج على المرتفعات سواء الشرقية منها الوسطى والهضاب العليا والمناطق الغربية وايضا امطار متباينة كرام ستصل الى غاية مناطق شمال الصحراء والواحات والمناطق الجنوبية قد تكون ايضا غزيرة رفقة الرياح القوية إذا إن شاء الله بداية كما قلنا من يوم السبت السادس عشر من شهر ديسمبر ستكون هناك رجوعات شرقية وتتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم يعني إلى غاية تقريبا الواحد والعشرين من شهر ديسمبر مع إن شاء الله اضطرابات جوية أخرى جديدة سنوافيكم بها لاحقا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته